صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد جهاز للعب عند أطفالي ولا يعمل هذا الجهاز إلا بعد تركيبه في التلفزيون، ويشترط له جهاز التلفاز، وهذه الألعاب ليست فيها ملامح الوجه واضحة، فهل يجوز اقتناء هذا الجهاز للأطفال ولعبهم به؟ الله، الأطفال يربون على الفضيلة وعلى على الأخلاق الطيبة، وعلى يدربون على الصلاة وعلى الطهارة، ويدربون على الأقوال الطيبة، يربون تربية. أما أنك تلهيهم وتشغلهم بهالأمور هذه، ما يقفون عند حد. إذا جعلت لهم شاشة فلا يقفون عند حد الذي تريد منهم، لا بد أنهم يبون كل ما يعرض في الشاشة من أمور سيئة، فلا تفتح لهم المجال، لا تفتح لهم المجال في هذا الأمر. أبعد عنهم الشاشة مهما استطعت، خلهم يلعبون ألعاب عادية ما فيها محذور.